الآن. إذا كانت الأمور كما قلت فسيكون هناك حرب جديدة بينهما عما قريب. سيحدث كما تفضلت، ستندلع حرب بين السيد عثمان ونيكولا. نيكولا يطالب باللاجئين والسيد عثمان لم يسلمهم، سيتحد مع توغاي ويهاجمونه. سنكون بجانب السيد عثمان في هذه القضية. لا، ماذا تقصد؟ هل سندع سيدا سيقاتل من أجل شرف قبيلته وحيدا؟ بهادير، كم مرة يجب أن أقول يجب أن أبدو أنني على وفاق مع نيكولا؟ خطتي موضوعة على أساس هذا. هذه ليست لعبة. الكاي في وضع صعب، إذا لم نقم بمساعدتهم فمن الممكن أن يقتلوا جميعا. السيد عثمان سوف يجد حلا بنفسه ونحن سنواصل لعبتنا. هل سيستطيع أن يجد حلا بنفسه ويواجه نيكولا وتوغاي في الوقت نفسه؟ أجل يستطيع. قراري قطعي. أنت تفكرين بقبيلة الكاي؟ أفكر بك يا أبي، أفكر بسمعتك. بعد إذنك. لماذا سأغضب منها؟ أنا كنت السبب في هذا. ولدي العزيز، لا زالت رائحتك معي ولا زال صوتك في أذني. أعرف أنك رحلت دون عودة، ولكني لازلت أنتظر عودتك. أنا أراك في أحلامي كل ليلة وأخاف من الاستيقاظ. لا أريد الاستيقاظ. البارحة زرتني في حلمي وضممتك بقوة، ضممتك بقوة بين ذراعي قبل أن تختفي من بينهما. ولدي العزيز. لينا، لينا، ماذا تفعلين هنا؟ أتكلم مع ولدي يا صافجي، رحمه الله، وأسقي ترابه الجميل. صافجي، الراقد هنا هو ابننا. أنت تعرفين جيداً إن القبر للجسد فقط.
أما الروح في الجنة. في الجنة بالتأكيد، إنه ينتظرنا. عندما يحين الوقت نحن أيضا سنرحل وسنجتمع معه، وسنعانق ابننا يا لينا عندما يحين الوقت. أمنيتي من الله أن يأخذ روحي قبل روحك لينا. ما هذا الكلام؟ لا يمكنني تحمل أن أفتقدك. يا ملاكي الحزين، وهل يمكنني أن أذهب قبل أن تجف دموعك وقبل أن تضحكي ثانية؟ لا تذهب، لا تذهب يا صافجي، أرجوك أن لا تتركني وحيدة مع طفلنا. لن أحتمل هذا. سوف نربي صغيرنا أرطغرل معا. سنراه يصبح قويا وشجاعا وغازيا قويا مثل جده. إن شاء الله. إن شاء الله. منذ اليوم الذي توليت فيه أمانة السيادة تجاوزت الكثير من الصعاب، تعرضت للخيانة وقدمت الشهداء وتلقيت طعنات في قلبك، ولكنك نجحت في تجاوز كل هذا وأنت صامد على قدميك. اسمك ذئب القبائل التركية المخلص الذي يخلصها من مخلب الظلم والظالمين. العيون تراقبك، ودعاؤنا معك دوما. الآن يا سيد عثمان، ما هو طلبك منا؟ بعض غير المسلمين من أهالي أرحصار موجودون في قبيلتنا، لقد هربوا من ظلم الحاكم والتجأوا إلينا، ولكن الكفار تجرأوا على طلبهم منا وعلى تهديدنا أيضا. المغول والبيزنطيون يتحدون لتوجيه جيش ضدنا، ونيتهم القضاء على قبيلة الكاي وإخماد أمل كل الأتراك. هذا الأمر ليس سهلاً يا سيد عثمان. لقد تسلحنا بالإرادة واستللنا سيف الغزو، وحتى وإن هدموا الدنيا فوق رؤوسنا لن تخمد قلوبنا، وإن هدموا قبة السماء فوق رؤوسنا سنقوم برفعها برؤوس حرابنا. ولكن ما يقلقني ليس متعلقاً بالنصر، فالنصر للمؤمنين دوماً. إنما يقلقني هو مواجهة تحالف المغول والبيزنطيين وحدي وتقديم الكثير من الشهداء. رغبتي هي تمزيق تحالف الكفار هذا وضربهم بشكل منفصل. أتيت لسبب وجيه ومهم يا سيد عثمان، وبعدم تسليمك للاجئين قد وضعت أسس الدولة الحامية للمظلومين. لن نتركك بمفردك بلا شك، اصغي إلي الآن. إكس جي؟ ولما إكس جي؟
من لا قبور لهم يكونون مأدبة للغربان، وستكون هذه متعتنا. عندما نهاجم من الجهتين سيصل إلى إكس جي ويحاصر هناك. سيد عثمان، ذلك المشؤوم مالك لم يعد من القلعة، هل لجأ إلى نيكولا؟ السيد مالك لا يخلف بوعده، وطالما أن بيتروس في قبضتنا لن يفعل هذا، ولو أراد ذلك لفعل منذ وقت طويل. بهذه الحالة يتبقى احتمال واحد، نيكولا. فهم أن مالك أسير لدينا وقام بقتله. ما هو وضع الجنود يا أخي؟ حالتهم جيدة، لا تقلق أبدا، جميعهم مدركون لأهمية المسألة وهم جاهزون للحرب وللشهادة بإذن الله. وهل هم جاهزون للنصر؟ بإذن الله، لا أحد يشك بالنصر وهو يحارب تحت رايتك. أخي، الوفي الذي يدافع عن قبيلته بروحه، فعلت كل ما طلبته وكنت بجانبي، أنا راض عنك، سامحني يا أخي. ماذا تقول يا أخي؟ لا يوجد ما أسامحك عليه، وإن كان هناك فأنا أسامحك. بعد رحيل عمي بقينا 3 إخوة، لنتحد معا، فلنتحدث ونشكو لبعضنا لنعرف قيمة بعضنا أكثر. أخي العزيز، علينا أن نكون هكذا بلا شك، فنحن قلب وروح واحدة. إن شاء الله سنمضي حياتنا هكذا معا وكتفا إلى كتف إن شاء الله. إن شاء الله لنتجاوز هذه المعركة ولنعد سالمين، ونتكلم عن نصرنا ونتبادل أطراف الحديث لنفرح أخانا سافجي. إن شاء الله أخي. أخي سيمون، انهض أيها الرجل المسكين. هذا أنت؟ عليك أن تناديني مالك من الآن وصاعدا. أردت لك أن تموت، لكن أنا من مات، والآن قد حان دورك يا بيتروس. لا 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 لا. أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أين ذهبت؟ غدا هو يوم المعركة،
إنه يوم آخر حساب. سأقطع رأس نيكولا بسيفي هذا. لا تقلق يا أمي، سنضرب الكفار ونعود لك سالما. الجهاد مفروض علينا يا لينا، اعتادي على ذلك. كنت في مكان شديد البياض، كان شديد البياض. رفرف وطار بعيدا ثم اختفى كأنه طار من القفص وذهب وطار بعيدا. لا، أمي أنا ذاهب. الغزو فرض على المسلمين، ولا يجوز ألا تذهب. أجل، الغزو فرض علينا يا لينا، وبالنسبة للغازين هو أكبر الفروض. أعلم أنك ستذهب وأنك لن تتراجع، لكن هناك ثقل في قلبي يا صفجي. عندما أعود منتصراً سيخف ذلك الثقل، لا تقلقي يا لينا، لن أتركك وحدك. سأعود كي أحتضنكم مجدداً، أنت وبطلي. سأحضر لكم البشائر. هل هناك بشرى أكبر من عودتك يا عمود خيمتي وسلطان قلبي؟ أنت نور خيمتي. وسبب عودتي من كل حرب نجمة ليلي، زهرتي. هل سمع أبي أنكم أتيتم معي إلى الحرب؟ سيسمع عاجلاً أم آجلاً. جنودنا يخشون أن يتم عقابهم. الخطأ خطأي أنا، أنتم جنودي وسأحاسب عنكم. متى رأيتم مني أمراً لا يليق بشرف الجنود؟ وإن رأيتم سيكون دمي حلالاً عليكم، ألا تعرفون؟ محاربي، قولوا ما تريدون قوله. من بعد الآن سنحارب إلى جانب السيد عثمان. من لا يرغب بهذا ليتوقف مع حصانه هنا، ولكن اعلموا جيدا حتى إن كنت وحدي سأكون بجانب السيد عثمان حتى آخر أنفاسي.
سيد أمالهم، السيد عثمان قادر. أسألكم للمرة الأخيرة، هل هناك من لا يريد أن يرافقني إلى الحرب مع السيد عثمان؟ خيرا يا سيد مالهون. لقد سمعنا أنك متجه إلى الغزو، وغايتنا أن نستأذن منك لنذهب للمشاركة معك. قدر الأرض التي أتيتم واستوطنتموها مرتبط بهذه المعركة. محاربوك متشوقون للغزو، أرى هذا، ولكن لديهم قلق حيال سيدهم. محاربي جاهزون للقتال في سبيل الغزو وفي سبيل نصرك يا سيد عثمان. قبيلتي ستحمل شرف المشاركة بهذا الغزو، وأنا سأتحمل الغضب الذي سيأتي من سيدي. روحي فداء لكم يا سيد عثمان. القتال معك ومع هذه السيدة الشجاعة هو شرف لنا. السيدة مالهون ومحاربوها الشجعان، اعلموا أن الأرض التي أتيتموها هاربين من غدر المغول هي آخر ملجأ للأتراك، ومن هذا الملجأ وبوحدتنا سنضرب معا وسنوجه أقوى لكمة لفتنة وفجور كل أعداء الأتراك. ستكونون وسيلة لإنشاء دولة عظيمة وسيادة مشرفة على خطى أجدادنا بدمائكم وأرواحكم، وبإذن الله لن نحني رقابنا لأي كافر، لا للمغول ولا للبيزنطيين. لن يستطيع أي منهم هزيمة الأتراك، لا جيوش أعدائنا ولا ألاعبهم. إن وحدتنا وقدرتنا ستحبط كل خططهم. الشجاعة ستقودنا إلى النصر، أما الخوف إلى الموت. ولن ننسى أن القدرة موجودة في الدماء الأصيلة وفي إيماننا برب العالمين الذي لا يتزعزع أبدا. الآن رأيت أمامي رجالا ونساء بإرادة لا تتزعزع وبهمة لا تتبدد. الحمد والشكر لله. وإياكم، إياكم أن تنسوا أيها المحاربون أن الله، الله معنا. الله أكبر، 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 الله أكبر.
كنا بعد انتقال توغال. يجب علينا أن ننسحب الآن. سأنتقم لأخي اليوم وسأفعل. غالادوس! سيد عثمان، يهرب غالادوس. أخوك ذهب خلفك، الحقهما. أخي. يبدو أن نهايتك ستحين قبل نهاية عثمان يا سارجي. أخوك عثمان قام بقتل أخي وأنا سوف أقتل أخاه. أخي. أخي. أنت مصاب. مصاب. خنجر الكافر لا يمكن أن يقتلني يا أخي. هيا اذهب خلفه. نلتقي في القبيلة. تحمل. تحمل. هيا يا أخي، هيا. سيدي، إن انسحاب توغاي الوغد جعل من جيشي طعما لعثمان. لم يشبع من الانتقام إذن. أين هو كالانوس؟ لقد أصاب سافجي ورأيت عثمان يذهب خلفه. قد اشتم عثمان رائحة الدم والآن لن يتركه. سيجد كالانوس. توغاي! لتذهب روحك وروح جنودك إلى الجحيم أيها الوغد! فلتحل عليك لعنة جميع الآلهة أيها السافل! أنت السبب الوحيد لهزيمة اليوم! لقد لامست الدماء وانياب جنودنا، فلما منعتهم من الصيد أيها القائد؟ لقد كنت ابن بالغاي وكنت ذئب جيخاتو القوي، والآن من أنت؟ شقيق الغازي في سبيل الله تعالى، السيد عثمان الذي يحارب من أجل أعرافه. لماذا أرسلك السيد عثمان؟ السيد عثمان
يبلغك أنه يبايع جيخاتك ويبايع الدولة الإلخانية. السيد عثمان خضع لتوغاي الشاماني الأسود ابن نويان. عثمان تابع لنا الآن، سيجلب الضرائب لنا. نصرك كان قبرا لعائلتي يا عثمان، والآن سوف يصبح قبرك أنت. أقسم إنني سوف أدفنك حيا. سوف أدفنك حيا. لقد انتقمت لمقتل أخي وقمت بثقب كبد أخيك ونيكولا. سيقوم بقتلك وإنهاء أمرك. أخي فليكن نصرنا دائما يا أخي. أخي تعف أولا وعد إلينا، ها؟ ولا نتوقف عن الغزو. تحمل أرجوك يا أخي، تحمل، سوف تشفى بإذن الله. على مهلك، تحمل.
أخي. 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 لماذا لم تقتل كالانوس؟ لماذا؟ قتل ذلك الكلب خلاص بالنسبة لها. هيا سنذهب إلى القبيلة بسرعة. هيا أين الحمالة؟ أيها الجنود هيا. عثمان أخي. هيا أخي.